السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني متابعي البروفيسور مالك منير، مرحبا بكم. الآن ترون أن أرباحي تزداد 3213 دولار، 3201، وتنزل قليلا. قبل قليل عندما كنت أصور الفيديو السابق استثمرت كل شيء في الدوج. لماذا؟ كانت رأس مالي هنا كانت تقريبا 2800 درهم دولار فقط، يعني قبل أقل من 10 دقائق، لا أكثر، أظن 15 دقيقة أو 20 دقيقة، 15 دقيقة، ربحت الآن 400 دولار. في أي عملة؟ أنا الآن استثمرت كل شيء في الدوج. لماذا استثمرت كل شيء في الدوج؟ لأنني هذا ما أراه الآن مناسب جدا. سنرى هنا سبوت، سترون أن 1115 دولار في سبوت بالدوج. ستسألني كم كان عندك، ماذا فعلت قبل قليل؟ قبل قليل كنت أخسر في عملة اسمها، في عملة البروموتوز و يو اس دي سي و إتريوم كلاسيك. فقمت، انظر هنا كم كنت شريت الإتريوم كلاسيك، انظر كم كنت شريته الإتريوم كلاسيك. الإتريوم كلاسيك شريته ب 49.400، 69.400. بكم بعته؟ بعته بهذا السعر 68.256، وبعته منه 68.800، يعني بعته بالخسارة. لماذا؟ لكي ألحق على بيع، على شراء الدوج، لأن هذا الإتريوم كلاسيك في ذلك الوقت كان يجعلني أخسر أموال كثيرة جدا. ليس هذا فقط وحده الذي قمت بعته، سنرى هنا ماذا فعلت. انظر هنا، ترون أنني بعت البروموتوز، بعته ب 14.55، 14.55، رغم أنني كنت قد اشتريت جزءا منها ب 14.20 و 14.5، 14.5، لكنها كانت تخسر كذلك. وقمت بشراء كل شيء بالدوج، كل شيء دوج، 301 و 807، كل شيء شريته بالدوج. هنا كذلك المارجن رأيت قبل قليل شرحت لكم. إذن الآن هنا سيبدأ السعر يرتفع وينزل، يرتفع وينزل، يرتفع وينزل، وهذا ليس مهم جدا، لأنه المهم هو الهدف النهائي لهذه العملة. عندما يصبح السعر هنا، أهم شيء عندي هنا هو أنه كان عندنا، انظر الأوردر فيو، كانت عندي 2800 دولار تقريبا، الآن ارتفع السقف فوق 3000 دولار، وهذا سعر جيد جدا ومفرح، وبدأت أسترد ما خسرته في بعض العملات البارحة، التي مثل الإيثريوم كلاسيك لقد خسرت فيها قليلا. طبعا ليس، لم أخسر من رأس المال، بل هي من الأرباح. إذن والآن والبروموتوز لم أخسر فيها كثيرا، لكنني لم أربح. انظر السعر يزداد ثم يزداد ثم ينقص، لكنه يذهب لارتفاع. انظر كم ترى، 94، يمكنك رؤية 100 دولار تنزل وترتفع عندما يكون استثمارك فقط 3000 دولار تقريبا أو 2800 دولار في عملة جيدة جدا. سنرى هنا كريبتو.com، هل اشتريت الدوج أم لا؟ إن لم أكن قد اشتريته فسأشتريه الآن. عندنا 1107 تيتر، إذن لنقم بشراء الدوج. لقد نسيت أن اشتريه قبل قليل صراحة. هنا توتش كوين، نقوم بشراء كل شيء، الماكسيموم الذي نملكه. باي بدون أي فكرة عن ما هو السعر الآن، لا يهم كم سعر الآن. شرينا 449 دوج، ترون هنا 1187. هذا هاتي الكريبتو وليد خاصة بي،
وهنا 1200 وكذا وكذا. تنزل الأسعار لماذا؟ لأنهم يأخذون علينا عمولة كذلك في هذه المحفظة. ليست هذه المحفظتان فقط، هناك 4 محافظ كذلك فيها الدوج. إذا عدنا مرة أخرى لنحيي صلة الرحم مع الدوج. نرجع لهذا المكان لنرى كيف يتطور الأحيان. ترون 3200 دولار، 3000 يعني ازدادت لنا تقريبا 300 دولار فقط في 15 دقيقة. إذا لماذا أنا أربح الآن؟ لأنني ببساطة، لأنني أتكلم عن نفسي فقط، لأنني ببساطة استغللت هذه المعلومة البارحة. دخلت لهذا البروفيل الذي تعلمون من يكون صاحبه، وقمت بمشاهدة هذه الصورة البارحة. رأيت هذه أولا، starting today، رأيت هذا المنشور البارحة. عندما رأيته، لأنني رأيت أن من اليوم يعني ابتداء من يوم 3 شهر 6 سيبدأ تقريبا اعتماد الدوج كوين في منصة باينانس وفي منصة كوين بيز. فبعد هذا المنشور مباشرة ترون أنني قمت بإعادة تويت الخاص بالمنشور، ثم قمت بإنزال هذا. ذلك الوقت كان سعر الدوج تقريبا هو 35 دولار، 0.35. انظر تزداد هنا الإعجابات قبل 9 ساعات، يعني إذا رأينا الآن ذهبنا لفريم 9 ساعات، قلت تقريبا 10 ساعات الآن، لأن 9 ساعات عندما تكتمل الساعة 10. ريجليتر، اوكي سنرى هذا هو الدوج كوين. انظر سيرتفع الان لسقف 42، تجاوز سقف 42. اذا سنرى الان بالساعات، قلنا كم 9 ساعات؟ 1 2 3 4 5 7 8 9، هو هذا كان 35 عندما كنت اقوم بالدراسة وانهيتها. وبعد نشر المنشور، يعني نشر المنشور في هذه الساعة، كان لا يزال في 35 كذلك، والآن هو في 42 و180. إذا سنرى إذا كان الإنسان قد استغل فقط هذه الفترة، فترة 8 ساعات، 42 و100، كان 35 و800، لا هنا كان 35 و100 وأصبح 42 و100. إذا سنرى إذا اشترى الشخص مثلا البارحة شاهد ذلك الفيديو واشترى ب35 و100، اشترى مثلا 10000 دولار البارحة فقط. تظن أن 10000 دولار كبيرة جدا؟ ليست كبيرة. ترون أنني أستعمل هنا الرافعة المالية كذلك، ترون هناك رافعة مالية X3. إذا لتتضاعف أرباحي 3 مرات. إذا هنا اشترى 10000 دولار بذلك السعر، ثم أراد البيع، وهنا باع يبيع الآن مثلا 42 400، وهو السعر الذي وصلته الآن. كلما نتكلم 42 و500 يزداد السعر، يرتفع 42 و500. إذا ترى سيصبح من عشرة عفوا سيصبح هذا سيصبح عنده 8000 دولار. كم قلنا قد اشترى هو؟ 10000 دولار. لا دقيقة دقيقة نتأكد، اشترى ب31 قيمة 10000 دولار، أعطته هذا العدد، ثم باع ب42 560، ولا يزال العدد يرتفع. باع هذا العدد ثم أعطت 13729 دولار، يعني في 8 ساعات فقط قد ربح 13000 دولار، 13700 عفوا 3700 دولار. أنا أريكم الآن لحدود لحظة، لحدود كتابة هذا المنشور فقط، لحدود كتابة هذا المنشور هناك أرقام تزداد.
هناك أرقام تزداد ولا يزال هناك. انظر 6 42 690 42 700، انظر إذا باع بهذا السعر 13774. هل فهمتم الآن المغزى؟ لهذا البروفيسور ماريك أونين صراحة يعطيكم أشياء جديدة. ولغاية مشاهدتك هذا الفيديو كذلك، لا زال بإمكانك الاستثمار في دوج كوين. لا زال عندنا 48 ساعة تقريبا، ل 48 ساعة من الأرباح، ولهذا استثمر وبحذر شديد جدا، ولا تقول أن بروفيسور ماريك أونين سأبيع الآن هنا، كذلك هنا سأشتري دوج كوين كريبتو واليت. ترون أن أرباحي أصبحت 1191 دولار. سنبيع الإيثريوم كلاسيك سيل يو اس دي تي طبعا، سنبيع الآن كل شيء، لا يهمني كم أبيع، السعر رخيص أم غالي، لكنني أبيع لأشتري الدوج بسرعة. ترى عندما أبيع تنزل أرباحي لأن يأخذون علي عمولة. الإيثريوم تيتر سنقوم بشراء، لن نترك أي فلس عندنا بدون شراء كريبتو واليت. سنشتري الدوج، أوكي إذا ماكسيموم دوج باي. ارتفع السعر، انظر السعر يرتفع بسرعة، السعر يرتفع، لهذا يعطونا النهم. انظر لقد اشترينا كذلك الزواج. الآن سنقوم بمشاهدة فيديو الارتفاعات. ترون عندما اشتري ينزل رصيدي، لكن بعد بضع دقائق ماذا فعلت الآن؟ هل بعت أم اشتريت؟ هل بعت أم اشتريت يا إلهي؟ ماذا فعلت؟ هل بعت أم اشتريت؟ أتمنى أن لا أكون بعت، لقد بعت الدوج تبا لي، كم أنا مغفل، كم أنا مغفل. ترون عندما أكون أصور الفيديوهات والله العظيم لأني أكره أم هذا التصوير. دقيقة، هناك شيء ما بالدوج، بين الدوج لليو اس دي سي، لقد بعت باللي. جيت الآن سيل باي. ترون لماذا لا أصور الفيديوهات؟ لأنني أقوم بأخطاء فادحة جدا. ترون أن السعر في كل لحظة يصبح أغلى. هل تفهمون الآن يا إخوتي الكرام لماذا لا أقدر على إعطائكم دائما الأشياء؟ ليس لا أقدر صراحة، لماذا أعطيكم الأشياء من انظر 1258 دولار؟ لماذا الآن لا أقدر دائما على إعطائكم الأمور في وقتها، أحاول إعطائها لكم قبل وقتها؟ لأن ترون لقد وأنا أصور الفيديوهات أقوم بأخطاء فادحة أحيانا، لهذا لا تظنوا والله العظيم لقد خسرت لربما أكثر من 1200، أي 1000، آخر مرة كانت 3000 تقريبا، 1000 دولارات التي خسرت فقط في الدورة مقارنة مع الخسائر وكذا، لكن لا يهم، لا في الأخير أبقى رابح لأنني أكون أصور وأقوم بأخطاء فادحة جدا. سننتظر هذا السعر ليرتفع بعدها، لا ندري متى، لكن لا يهم الآن، ما يهم، انظر لرصيدي.
لكن لا تهتموا، انظر هناك تحديث نحدد فيصبح 1259 دولار 2000. مهم، الهدف عندنا هو أن يصبح أن نربح قليلا من هذا الحدث المهم جدا. أنا كذلك أربح، وترون هنا ترون أن هامش أرباح سنرى ماذا حدث. 2000، انظر المئات من الدولارات تتحرك، انظر 3279. الآن تخيل معي الأشخاص الذين عندهم ملايين دولارات أو مليون دولار أو 3 مليون دولار، يرون 270 مليون دولار تزداد، عفوا 270 ألف دولار، 300 ألف دولار، 500 ألف دولار تزداد في ثواني وتنزل في ثواني. إذا الحمد لله ترون هناك تطور جديد جدا، شارفنا على تقريبا 300 على 400 دولار ربح من في 8 ساعات. انظر سننهيها في 3300 دولار. أين هو الدوج الآن؟ أين هو الدوج؟ الدوج في 42 و200. سيجن جنون الدوج هذا الأسبوع، لهذا حاولوا لا تبيعوا بالخسارة. أول شيء إذا كنت تقوم بعمل هول، لأن الدوج سيرتفع مرة أخرى ليعود لكذا 70 79، ولربما 80، أو يتجاوز 1 دولار، لا ندري بالضبط، لكن تبقى كل الاحتمالات واردة جدا. إذا تضاعف رأس مالي، سأسحب رأس المال، سأبيع النصف وأترك النصف الآخر. لماذا؟ لأنني هنا أنا أتعامل برافع مالية، ترون مارجين اكاونت بالكروسين مارجين اكاونت، انظر عندي رافع مالية، ترى 2000 دولار، 2102 دولار مقابل 2471 دولار. بمعنى ان رافعتي المالية لم تكن 2000 دولار، لان اذا كانت 2000 دولار لأخذت 6000 دولار. اذا دعونا نأخذ اكثر، الدوج سنرى كم الماكسيموم، 4100. لا سنأخذ بUSDC لكي لا يجن جنوننا. إذا أردنا زيادة الأرباح كذلك يمكننا الشراء، انظر سنشتري لسنا بحاجة لمعرفة كم السعر، 50 46 42 22، 29، أوكي، 0.2. سنقوم بعمل شراء 22، لقد ارتفع السعر بسرعة. أنا فقط أحاول الشرح، انظر لقد وصلنا ل 300 427، دعوها 400. إذن سنشتري بهذا السعر، إذا ما هو الماكسيموم عندنا؟ 3719. تم الشراء بنجاح. إذا دعوه ينزل السعر، ينزل، سيبدأ السعر ينزل، ثم يصعد ثم ينزل، وهنا ستبدأ أرباحك تراها تنزل وتصعد. كذلك هنا أرباحنا تنزل وتصعد، 2109، انظر 2098. عندما يرتفع جيدا سترى أرباح جيدة جدا، انظر الآن هناك تريدز، وهذا هو المهم، هو هنا كم؟ 3262 دولار، يعني كم ربحنا لحدود الساعة 362 وتزداد، لا تهتمون.
الآن سنعود مرة أخرى، ماذا حدث هنا؟ كانت 1259 أو 54، لا يزال ينزل السعر، إذن سنتركها للهولد. رأيتم أن خطأ بسيط جدا قد كلفني العديد من الدولارات قبل قليل، العديد من الدولارات. لهذا ترون هذه بالأحمر لأنها يعني المفروض أن أربح لا أن أخسر، لكن تصوير مثل هذه الفيديوهات صراحة تجعلني لا أركز، إن من بعد التصوير يجب علي عمل مونتاج، ثم يجب علي الذهاب بيوتيوب، ثم وضع الفيديو، ثم سناب بيك آرت، بيك آرت، ثم صناعة غلاف خاص به. القصة جدا معقدة صراحة، وتجعلني أضيع في بعض الأموال. لا أدري، بعض الصور عندي هنا أعتذر عن أصحابها. إذن لنرى 254 سينزل السعر طبعا قليلا. هذه هي الآن، هناك طريق كبير جدا يمكنك الاستثمار كذلك، لكنني لا، أنا أنظر هناك الريسك ريتيو 1.49. أنظر، إذن هناك خطر مرتفع كما قلت لكم قبل قليل، هناك خطر كبير جدا، ودائما 3264 دولار. لا يهم الخطر ما دام، انظر، لا يهم الخطر ما دام هناك عندنا اخبار، عندنا اخبار جيدة، وهذا هو المهم. سنستغل هذا العدد لنجعل 3000 دولار او 5000 دولار او 4000 دولار. تمام، هذا هو هدفنا، جعل 3000 دولار 5000 دولار. هل ممكن؟ طبعا ام 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 خالد ممكن، سنجعلها 5000 دولار. انظر 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 انظر، لقد أصبحت أرباحي 3300 دولار. رأيت؟ انظر، هي بمعنى أننا حصدنا 400 دولار من الصباح للآن. ستقول لي، ستظنني أهبل أو مجنون عندما أكون أشتري بنفسي على أنتظرها تنزل، لأن السعر الآن لن ينزل. لماذا أشتري بذلك السعر بدون انتظار نزوله؟ لأن أعلم لن ينزل. انظر 42600، انظر 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 انظر، 50 دولار تزداد في لمح البصر. انظر 50 دولار ليس 50 دولار بل 100 دولار ازدادت بلمح البصر. انظر انظر للدولارات تزداد يا حبيبي، وكذلك تنزل. انظر 45، انظر بعد قليل سنرى 3400. هذه هي، انظر الاخوان، هذه هي التي نسميها الحظ السعيد، أن تكون في الوقت المناسب وفي التوقيت المناسب، وأن تحصل على المعلومة المناسبة من الشخص المناسب، البروفيسور ماري كونيان. وأنا الآن لا أقول لكم شيئا سيحدث، يعني لقد حدث، أنا أقول لك انظر ماذا سيحدث وليس ماذا حدث. أريك الآن، أنا أشتري، لا أنا لا أبيع لك وهم ولا أستفيد منك صراحة، أشتري أمامك وأرى أرباحي تزداد رغم أنني أشتري بالغالي. انظر 3334 25 27 23 22 18 3290، عادي جدا. ترى 100 دولار تطير في السماء وتنزل، ومئات الدولارات. وهذا هو الهدف من الدورة الثانية، لمن أراد الدورة الثانية فيها كما ترون أنني أعمل بالرافعة المالية وأعمل بالكثير. انظر هنا عندي رافعة مالية الآن تضاعف، ومثلا عندي يمكننا مضاعفة، أظن سنراها أي سندفع ما علينا أولا، إذن سنرى دفعنا ما علينا. هل هناك أي شيء هنا كذلك؟ الرافعة المالية خطيرة جدا، يجب عليك الحذر جيد منها، لأنها سم قاتل. عندي رافعات مالية عديدة الآن، نحن في المارجين أكاونت، وهناك كذلك الإيسوليت أكاونت، لكن هذه دورة خاصة، هذه الدورة البريميوم للطلاب. لماذا بريميوم؟ سأقول لك لماذا هذه الدورة مدفوعة، لأنها يا أخي هناك ممكن أن نربح، انظر 3302، نربح أرقام كبيرة جدا بها،
وكذلك نخسر أرقام كبيرة جدا بها. وعندما كنت أصنع الدورة خسرت الكثير من الدولارات، خسرت الآلاف من الدولارات، ليس الكثير فقط ولكنها الآلاف من الدولارات. ستجد آخر واحدة أظن أنها كانت هنا، انظر هذه الرافعة المالية ماذا قامت. سنرى دقيقة، سنرى، انظر هذه الرافعة المالية قبل بضعة أيام كم كان؟ دخلت ب 11,000 دولار وخرج بكم؟ 6,644 دولار. 11,000 ل 6,000 دولار، هذه في الإيزوليتد مود، يعني بالرافعة المالية الخاصة بالإيزوليتد. يعني هنا عندنا 3 أنواع من المحافظ، هناك الكروس مارجن الإيزوليتد وهناك السبوت. انظر هناك أرباح تزداد، هذا هو المهم. 2,800 دولار صارت 3,330 دولار، يعني ربحنا 550 دولار. 550 دولار ما يقارب 6,000 درهم مغربية في 8 ساعات. والآن أمامكم، أنا أريك اللايف. لا انظر، أوه انظر 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 انظر. يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي، ماذا يحدث بها؟ يا إلهي انظر 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 انظر، ماذا يحدث يا صديقي؟ ماذا يحدث؟ انظر 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 لماذا يحدث. انظر 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 انظر، شوف 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 شوف. ترون حتى لو اننا شري، يقولون لكم في الاساتذه الكرام، لا تشتري بسعر غالي او في راس السوق، لكنني لا اؤمن بهذه المقوله لانني اؤمن بالمعلومه. المعلومه متى سينتفع السوق؟ هل تنتظر الدوتش كوين ليرجع ل 0.30 لكي تشتريه وتبيعه في ب1 دولار او 70 دولار؟ لا طبعا لا، هذا كله مفهوم خاطئ. انظر انظر يا حبيبي، انظر انظر انظر، لا يهم ان ترجع لي 3200، هذا هو السوق. تظهر لك 400 ثم 300 ثم 200 ثم 300 تعود من جديد، ثم تعود مرة أخرى 400 بعد قليل، ثم تعود تظهر. عندما تظهر لك 400 مرة واحدة في سوق صعود ستظهر عدة مرات، لهذا لا تبيع. أنا الآن لا، أنا الآن في نو في في نظام مود هولد مود هولد، لا أنا لا أبيع ولا أشتري، فقط أشاهد الأرقام تنزل وتصعد، ولا لست سكالب. أنا الآن لا أعمل بنظام السكالبين، ولا أنا الآن لا أعمل بنظام سكالبين، قد أعمل اليوم بنظام سكالبر سكاليباج عفوا. سأفتح كم صار. نحن لا نعمل بنظام سكالبين. سكالبين ماذا تحدث؟ أنك تعمل عدة مرات وتدفع عدة مرات الضريبة في حين وتربح أرباح قليلة، في حين السكاليباج الذي هو نظام بروفيسور مالك أونيون أشرحه دائما على أساس أنه سكاليباج وليس سكالبين. السكاليباج هو هذا الذي نقوم الآن، نشتري ثم ننتظر 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 دقيقة ساعة ساعتان، لا يوجد عندنا سكالبين أقل من ساعة. سكاليباج لا يمكننا القيام بعملية في أقل من ساعة. السكاليباج دائما أحسن عملية تكون في أكثر من ساعة. انظر لماذا؟ لأنك تطمع في أن تربح 5 دولار 10 دولار مثلا، والسكاليباج الماكسيمو عنده 24 ساعة لكي تعلموا كيف نتعامل. هناك 24 ساعة كأعلى حد للسكاليباج، أقل عفوا أقل من 48 ساعة. بعد 48 ساعة ماذا نعتبر السكاليباج؟ يعتبر هولد، يعتبر هولد. إذن الآن نحن فقط نشاهد ونلاحظ. انظر انظر 500 دولار تظهر، انظر 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 لل 500 دولار ستظهر لك الآن. الآن ربحنا كم؟ انظر انظر أمامك،
هذه هي دورة البريميوم، فيها العديد من، وهذه نسميها المدفعية الخفيفة. أقول هذه نسميها فقط المدفعية الخفيفة. هل تعلم أن المدفعية الثقيلة، المدفعية الثقيلة هي بعشر أضعاف، المدفعية الثقيلة هي بعشر أضعاف. يعني عندما أربح هنا $100 في السبوت بالمدفعية الثقيلة أربح $1000، تخيل معي، وأستعمل أقوى مدفعية، أقوى رافعة عملية أستعمل. انظر انظر انظر، الآن وصلنا لـ 600، $700 $700 $700، نار يا حبيبي نار. الآن أنتم تظنون أنني أراقب السوق، أنا أراقب أرباحي يا حبيبي، أنا لا أراقب السوق. $700 في كم؟ في 8 ساعات أو لا أدري بالضبط الآن، 8 ساعات $700، انظر $800 تصعد، انظر 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 انظر، أرباحي لا تصعد هنا فقط، أرباحي هنا وهنا وفي محفظة ثالثة ورابعة. انظر، تتذكر أنني كنت خاسر 1254، انظر 1304، أين هي 1100؟ أين هي الخسارة؟ يا حبيبي بروفيسور مالك أونيان يعطيك منظور آخر للتداول. ليس مهم أن تشتري بسعر رخيص جدا لتربح، وليس مهم أن تنتظر السوق لينزل لتربح أحيانا. هذا نسميه أسكاليباج. أسكاليباج هو أننا نشتري عندما يكون السعر رخيص وننتظر فقط، لن نطمع في $100، لست طامعا في $100. هذا الحساب أريده أن يصبح $2000 في هذا الحساب الذي تراه هنا أو أكثر، هذا أريده أن يصبح $2000 هذا، وهذا الحساب أريده أن يصبح 5000 $6000. هل ممكن؟ طبعا ترى أني ربحت 700 $800. انظر انظر انظر، هناك $800، هناك الآن $761 التي تم ربحها لحدود الساعة. انظر انظر، السبوت يعطيني الربح، الكروس مارجين يعطيني الربح، كل الأرقام الآن أستعمل أخطر أكبر مخاطرة الآن. انظر، هذا هو السبوت، هناك الدوج فقط، والمارجين هناك الدوج فقط. انظر هنا، أين هو الدوج؟ انظر سبوت، عفوا تريدز، سيقول لي لماذا تقوم باستعمال رافعة مالية في تريدز وليس الفيوتشرز؟ لا أحتاج للعمل فيوتشرز، هذه قصة أخرى، الآن دعونا فقط في تريدز لأنها أشرح الآن للمتابعين الكرام الذين كانوا قد خسروا رأس مالهم لماذا هناك دورة اسمها دورة البريميوم لتعليم الكريبتو، وهناك الدورة المجانية. الآن من يربح الآن؟ يربح كل الأشخاص، فقط أن الناس الذين أخذوا الدورة المجانية يربحون مثلا $100، لكن الأشخاص الذين قد يشترون الدورة المجانية قد يربحون تقريبا، سنرى الدوج كم هنا عندي، ثلاثة، $1300. يعني عندما يربح الشخص العادي في السبوت $100، الشخص الآخر يربح $1300، ويمكنه أن يربح كذلك حتى $10,000. لكن الأمر يبقى مخاطرة جدا كبيرة إذا لم يكن لديك سورس أو مصدر للمعلومة الصحيحة كالبروفيسور مالك أونيان مثلا. الآن أنا واحد منكم صراحة أستفيد من البروفيسور مالك أونيان، رغم أنني كذلك أنا هو البروفيسور مالك أونيان، لكنني أستفيد من دراساتي. أولا أنا أكون دائما أول مستفيدين، وإذا رأيت يوما جئت لتلومني تقول لي لا لقد اشتريت الدوتش كوين ولكنه لم يطلع، أقول لك أنني كذلك اشتريته ولم يطلع أيها الأقرع. انظر الآن هنا تظهر دراسات البروفيسور مالك أونيان، ليست للمرة الأولى كنت كذلك أصور لكم الماتيك وهو يرتفع ويرتقي ويرتقي، وصورت لكم الإيتريوم كلاسيك كذلك، ليس الدراسة الأولى، هناك العديد من الدراسات. انظر الماتيك سبق وذكرته سابقا، انظر البروموترز لم نربح صراحة في كثيرا ذلك الربح المتوقع، لكن الماتيك مثلا هنا ستجد أن الماتيك، هذه هي أرقام الماتيك، انظر هنا الماتيك، هذا الإيتريوم للقمر، هذا عندما كان الإيتريوم كلاسيك
اشتريناه تقريبا ب 39 وصعد ل 79 الإيثريوم كلاسيك. ثم كذلك عملة الإيثريوم انظر إليها كانت رابحة وصور كل شيء من 39 للقمر. الإيثريوم كلاسيك كانت 39، من 39 صعد بالضبط ل 79 تقريبا، يعني تضاعف مرة ونصف. انظر ليس ذلك فقط، يعني لما أنزل لكم المنشور قبل أن ترتفع العملة أو تسقط دائما أسبقها بخمس ساعات، بيوم بيومين أحيانا. لهذا نستعد دائما، من لم يشتري إيثريوم كلاسيك القام الآن قد يفوت عليه فرصة أحسن من الماتيك. أنا مستمتع الآن بعرض إيثريوم كلاسيك، لقد اشتريته البارحة ب 39 دولار تقريبا، واليوم وصل إلى 77 دولار قبل أقل من دقيقتين. انظروا الآن، أظن أن هناك انهيار وشيك، بدأ يلوح في الكاسيو الزيتي للاستفادة من الانهيار. نعم جهزت الكاش واشتريت الماتيك الإيثريوم كلاسيك، وهناك الآن ليس هذا فقط وهذا الماتيك، من المتوقع تجاوز سقفه، تتجاوز سقف 1.1، من اشترى 1.1 نعم فعلا تجاوز سقف 2.5 أظن أو 2.47 تجاوزها وليس 1.1 فقط. انظر الآن الدوج كذلك كان التوقع دقيق جدا، تكلمت عن الدوج هنا، انظر ماذا قلت لهم في الدوج، بكم يوم سبقتهم، قلتهم جهزوا فخ الأضغاث الكبرى للدوج ب 0.22 0.26 0.28 0.29، وفعلا الأضغاث الكبرى أمسكت الدوج، أمسكت الدوج في هذه الأرقام، في هذه الأرقام أمسكته في 26 28 29، لكن الرقم 22 لم تستفيد. تخيل معي أن هناك متابعين الآن اشتروا الدوج لنفترض سيدي 26، سنرى كم صارت أرباحهم منذ ذلك قبل يعني أسبوع، الآن أسبوع، لنفترض أنهم اشتروا 10,000 دولار، بكم اشتروها؟ ب 26، ستعطيهم هنا مثلا نقول 10,000 دولار، هذه هي كمية الدوج الذي اشتروا، مثلا الآن سيبيعونه بالسعر الحالي 358، 3,621، سنرى السعر يرتفع يا إخوتي الكرام، أنا 44,500، وصل إلى 44,500، سيبيعونه الآن ب44,500 فقط. سنقول لحدود الساعة هو السعر سيرتفع كثيرا جدا، ستصبح لهم 17,000 دولار و115، يعني سيكون قد ربحوا في أسبوع فقط 7,115 دولار. ستقول لي هل هناك أناس اشتروا بهذا؟ نعم متابعي كلهم الذين يستثمرون في الدوج اشتروا بهذه الأرقام، لأنني أنا من أعطيهم كذلك الفريكوينسز، وليس هذا فقط، وهناك من ربح ذلك اليوم كذلك في الماتيك. الآن قلنا لكم بكم اشترينا ذلك اليوم، ذلك اليوم اشترينا بال 29 28 26، لكن في الغالب يذهبون دائما لوضع الفخ في 22 26، دائما يحتاجون لهذا. والآن أتوقع نزول الإيثريوم لتحت 1400 دولار تقريبا، نعم لم ينزل ل 1400 دولار ولكن وصل ل 16,000 دولار، 15,000 دولار أظن، والعلم لله. بوم، إذن هنا أعطيك ذلك على الشيبة، يمكنك عمل استراتيجية فخ الكوبرا للماتيك ما بين سعر 0.75 و1.10. نعم قمنا بعمل استراتيجية 0.75، اشتروا ب 0.75 وباعوا ب 2.47 دولار تقريبا، يعني ربحوا رأس مالهم تضاعف عدة مرات. الآن بشكل مباشر، هل تراني مركز على السوق؟ أنا الآن أصور لك أشياء بعيدة جدا. لماذا لا يركز البروفيسور مالك أونين على السوق؟ لأنني أعلم بالضبط أين هو مسار السوق لهذه الأثناء، أنا أعلم أن أرباحي تضاعفت. انظر هنا الأوفرفيو، نحن في 3,533 دولار، انظر 3,533 37، يعني كم ربحنا الآن؟ قرابة 800 دولار من الصباح للآن، يعني 800 دولار ربح صافي، نتكلم عن الربح الصافي. انظر ولا زالت الحسابة تحسب والساعة بالخمس جنيه والحسابة تحسب. إذن ماذا سأفعل الآن؟ سأترك الهاتف وأذهب لأستحم.
اليوم لن أشاهد الهاتف أبدا، أريد أن أفتحه مثلا بالليل وأرى $5,000 أو $6,000، لماذا؟ أريد أن يتضاعف ذلك السعر ليصبح $70 أو أكثر، لأنني صراحة أقوم بدراسة جيدة جدا وأحب أن أستفيد، أن أكون أول المستفيدين من دراساتي. والآن أنتم الآن تشاهدون مقتطف من دورة البريميوم، الآن أيها السادة المشاهدون المتابعين، أعطيتكم سابقا دورة مجانية. هاي مونمن جود، أعطيتكم سابقا دورة مجانية، إذا كنتم تريدون الربح العادي هي موجودة هنا مجانا. هناك بلاي ليست دورة العملات الرقمية من الواحد من الصفر الاحتراف للاحتراف، أعطيتكم كذلك بعض قواعد، دمجت لكم بعض قواعد سحب التخلص من الأخطبوط، هذه في الدورة البريميوم، وكذلك لدغة الكوبرا في الدورة البريميوم، والحصول على البطاقة يعني هذه بالضبط في البريميوم، يعني في الدورة المدفوعة. الآن ستقول لي بروفيسور مالك أونيان، لماذا هناك دورة مدفوعة؟ أقول لك يا حبيبي هناك استثمار مجهود ووقت وكذا، وهذه الدورة يعني فعلا أنك قد تدفع مثلا 150 USDT أو 100 USDT، لا ندري بالضبط كم تكلف. هذا التداول الذي تراني الآن فيه، أنا الآن أتداول فقط لتعويض بعض الخسائر التي لحقتني في دور في أثناء تصويري للدورة، لأنني لم أكن أدرس السوق جيدا، كنت مهتم فقط بالدورة، وعندما لا أدرس السوق جيدا وأدخل في صفقات أخسر أحيانا. الآن ماذا أفعل؟ هذا جزء من الدورة. لماذا الآن بروفيسور مالك أونيان مستثمر مثلا ما قرب $5,000 ويصور لك هذا الفيديو الآن؟ لماذا؟ انظر هون، انظر الآن وصلنا $700 إضافي ربح. لماذا أصور لك الآن هذا ومن المفروض أن أذهب وأخذ كريديت كارد خاصة بي وأسحب منها الأموال وأستثمرهم الآن في الدوج كذلك مرة أخرى لزيادة أرباحي؟ لماذا لا أفعل هذا؟ لماذا؟ قل لي لماذا؟ لماذا؟ لماذا نحن هنا؟ ترد ترد. لأنني يا حبيبي الآن أقوم بتصوير دورة مباشرة، أنا لا أكتفي، لا أحب أن تكون الدورة التي أقدم فقط مجرد كلام نظري، أريد أن ترى الأرباح هنا. انظر 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 انظر، يا إلهي الحمد لله. شوف 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 شوف، انظر يعني شوف 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 بالمغربي تعني انظر انظر، ترى الأرباح تزداد، هذا مباشر. لكي يقول لك شخص فاشل دورة البروفيسور مالك أونيان المدفوعة هي يحتال على المتابعين. أولا لا أحتال على المتابعين، لأن الأرباح التي حصلوا عليها الآن سيشترون بها الدورة هي أصلا من دورة مجانية، أنا كنت سببا في ربحها بعد الله سبحانه وتعالى. هذا أول شيء. ثاني شيء، أول ما ستشترون الدورة مثلا لنفرض $50 أو $100 أو 150، لا أظن أن ستتجاوز $150، ماذا سيحدث؟ ماذا سيحدث؟ ماذا سيحدث؟ ستربح. انظر أنت الآن تراني أربح، أنت الآن انظر، فرضا أنت هو الآن الذي ستتداول وأخذت الدورة وترى الآن. هاي مان، هاي جود جود، I'm recording some screen. So that's why I'm talking. So الآن أنت ترى الآن أنني هنا في هذا الفيديو أريك أن هذه الدورة تربح، هذا ليس احتيال، هذا سوق. الآن نحن بتاريخ، انظر التاريخ لكي تتأكد وتعلم أنني لا سأحتال عليك بأي شيء. الآن نحن بتاريخ 2 بشهر جون 2021 بشهر 6، هاته هناك انظر إلى الدوج، انظر انظر إلى الدوج أين يسعد، انظر لأرباحك. هل سيأتي يوم ما وتقول لي لقد اشتريتم عند الدورة لكن لم تنفعني بشيء؟ سأقول لك تبا لك بهذه العبارة، لأن لا يوجد أكثر دورة مجربة، أجرب كل الأشياء قبل أن أعطيها لكم، أجربها وأترك دليل، هذا كدليل على أن الدورة مجربة، على أن المعلومات التي ستعطيك مثلا شريتها $100 أو $150 مثلا، أنت تراها في نفس في ساعات تجعلك تكسب $1,000، $1,000 عندي، $3,000 عندي، $2,800 رأس مال. تخيل لو عندي
$200,000 كم سأكسب بها؟ $280,000 ستعطيني $100,000 في يوم واحد. فهمتم لماذا هذه الدورة ثقيلة؟ انظر $3,809. ستسألني الآن لكي ترى هذا ليست فبركة، انظر هذه هي crypto.com. سنرى الآن محفظة لم أشتري فيها كثيرا، كم عندي؟ $1,313. كم كانت قبل قليل؟ 1200 وبضعة أرقام. الآن ترون هل مثلا إذا اشتريت الدورة هذه الدورة الآن التي ترون هنا، هذه نسميها الدورة العادية، هذه لا توجد بها رافعة مالية ولا أي شيء، هذه فيها مثلا الآن فقط معتمدين كليا 100% على مصدر واحد وهو البروفيسور مالك أونين. رأينا أنه قال لنا أن السوق سيرتفع، قال لنا قبل، انظر ماذا قلت، انظر البروفيسور مالك أونين ماذا قال لنا هنا، دائما أوصل لكم أخبار في وقتها، 3.39 قبل قليل، قبل ساعتين كانت 3.39، 3.39. انظر ماذا حدث بعد آخر منشور، بعد الدوج الصوراخة كذا كذا، قد يرتفع سعر دوج كوين قبل 10 ساعات. انظر قبل 10 ساعات قد يرتفع سعر دوج كوين اليوم يوم 3/6 بسبب منصة كوين بيز سيكون مصفرا للتداول الأمريكية. ستقول لي بروفيسور لقد أخذت معلومة من هنا وأتيت بهما. يا حبيبي الأمر يتعلق بالكوين بيز، هل تعلم لماذا أتابع الكوين بيز؟ لأن قبل 4 أسابيع وأنا أتربص بها أي يوم ستعلن عن نزول الدوج كوين في المنصة، وهذا سيسبب له ارتفاع صاروخي جدا، لأن هذا هو الأمل الأخير لأصحاب دوج كوين، هذا هو الحدث الوحيد، لا يوجد حدث آخر غير نزول الدوج كوين بهذه المنصة. هل تظن أن هذه هي، أن هذا هو هذه المحافظ الأولى التي عندي؟ هناك هاتف آخر متروس يعني مليء بالدوج كوين عالق في 0.75 في بداية الدورة. لماذا أنا عالق ب 0.75 في المحفظة الأخرى في الهاتف الثاني؟ لأنني كنت أصور دورات وأترك الدوج كوين، وهذا هو اللي تصور الدورة المجانية، فخسرت العديد المئات من الدولارات، لكن لم أبيع لكي أسترد فقط رأس مالي. لكن تخيل معي شهر ونصف وأموالك اتسلاكت يعني مجمدة. الآن انظر ماذا قلت، نتمنى صعود السوق مثل هذا البرج، هذا قبل 14 ساعة. بمعنى دائما ألمح، تعرفون أن تويتر لا يمكنك تعديل على المنشور أو أي شيء هنا، بين تو بروفيل أو امسح. لماذا أكون قبل 14 ساعة جئت بهذا الخبر؟ لماذا؟ أولا لأنني ألمح أن هناك ارتفاع في السوق، سيكون هناك ارتفاع، هذا أول شيء. انظر هناك الدوج ب 35، الشيبا ب 12%، الماتيك وصلت 77، البروم ولا يهمنا امرهم الان. انظر هنا الفيوتشر، عفوا انظر البيت سي يوزي تي 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 تي، هناك دائما هناك لون اخضر وهناك ارتفاع، اهم ارتفاع اي عملة الوحيدة ستجد انها الدوج كوين الوحيدة. لماذا؟ لان سابقا كذلك كانت الوحيدة التي ارتفعت هي التي اتكلم عنها، انا احدد العملة الوحيدة التي ستكون ذلك اليوم مرتفعة. انظر هل سانام، انظر قبل يومين ماذا قلت، هل سأنام وأستيقظ أجد السوق نزل كثيرا؟ قمت ببيع كل عملاتي وحولتها للدولار، لأنه والعلم لله هناك دعارة سوقية تلوح في الأفق البعيد. أعتذر على الكلمات البديلة التي أستعملها، هي ليست كلمات سيئة، يعني نقول دعارة، نقول يعني السوق هو مثل يعني عندما يدفع له ناس أكثر يرتفع، هو مثل أعزكم الله هذا المجال، لأنه يكون مع من يدفع أكثر. السوق إذا أردته أن يكون معك، أن يرتفع معك، يجب عليك أن تدفع له أكثر. سأوهجز الكبرى القضاء لن أخبركم إحداثيات، لأنني لست متأكد من الأمر كثيرا، ولا أريد أن أعطي أمور عشوائية، المهم راقبوا الوضع وابقوا تحت مراقبتكم. الآن انظروا أخوتي الكرام، هنا كان الدوج في هذا التاريخ فقط ب $29، انظر $29
تخيل معي، المعلومات دائما أعطي معلومات. هنا لماذا لم أعطي إحداثيات عن الدوج؟ لماذا؟ كنت أظن أن الدوج قد ينزل مرة أخرى لـ 26 ليقلع للسماء، وكنت يعني خفت أن أعطيكم مثلا أن تشتروا مثلا بسعر إحداثيات عشوائية لأن لم أكن نائم ذلك الوقت، ولكن لمحت لكم للأمر. توقع المسار السوق لهاتية 48 ساعة قادمة لا يوجد تخوف من هيار. اسمع اسمع جيدا، توقع لمسار السوق لهاتية 48 ساعة، انظر قبل يومين، لا يوجد تخوف من هيار. أتوقع شيء جديد بعد يوم الثلاثاء والأربعاء. ماذا قلت؟ أتوقع شيء جديد بعد يوم الثلاثاء والأربعاء. اليوم ماذا نحن في أي يوم؟ اليوم نحن في الثلاثاء. انظر نحن اليوم في الثلاثاء، ساندي ماندي، اليوم نحن بالأربعاء. بدأ الأمر بالثلاثاء بالليل، والآن هو بالأربعاء، نحن بالأربعاء والثلاثاء. كذلك البارح الثلاثاء كان هناك ارتفاع في الدور، لكي تعلموا أن البارح كان يلعب انتقل من 29 ل 33 34 ل 35. انظر الآن، انظر ماذا قلت لكم هنا؟ أتوقع شيء جديد بعد يوم الثلاثاء والأربعاء أو الأربعاء، سأبدأ العمل عليه يوم الاثنين لتحديدي هل هناك انهيار لاستغلاله. إذن اشتغلت عليه يوم الاثنين كذلك على الدوج، على كل العملات وعلى الرافعة المالية، وجهزت كل شيء. لا ترون لا تظنون أن الأمور تأتي صدفة، هذه أمور ليست صدفة، هذه الأمور كلها مدروسة بطرق جيدة جدا. أدرس الأمور وأبحث عن المعلومة بطريقة جيدة جدا، طبعا لا أستند على معلومات الناس، سأشرح لكم الأمر. أنا أبحث عن الأحداث، لا أذهب للبحث عن ماذا قال فلان فلاني خبير بالعملات أو كذا، لا، أنا لا أصدق أي شخص، أصدق فقط معلومات البروفيسور ماريك أونين التي هي دائما كانت تنفعني ولا تزال، هذا ما أصدق. إذا قال لي البروفيسور ماريك أونين بيع سأبيع، إذا قال لي الشري سأشتري، أنا أتكلم عن نفسي والله العظيم، حتى لو كنت أرى الأرباح كبيرة جدا قال لي بيع أبيع، فقط هكذا. انظر، كل من يسأل عن سعر الدورة أو عن إمكانية إطلاقها للعموم، انظر هذا عندما كنت أتكلم عن الدورة، لكل من يسأل عن سعر الدورة عن إمكانية إطلاقها للعموم، الأمر لا يتعلق بسعرها فقط بل يتعلق بعدة جوانب أخرى. لم نحل مشكلة الأمان، فلن يتم بيعها ولو بألف دولار لكل طالب. القصة تتعلق بأمان رأس مال المتداول أكثر مما تتعلق بعوائد الدورة المالية. المال الذي سأربحه من الدورة، من دورة قد أربحه من كوبرا فقط، بمعنى فرضا أن اليوم مثلا 3000 دولار ربحتها مثلا، أو فرضا لو كانت عندي رافعة مالية أو أضفت مثلا أردت الاعتماد على المعلومات، قد أربح 30000 دولار الآن اليوم. فرضا أن 30000 دولار، تخيل معي لو كل شخص يعطيك 100 دولار على الدورة، نحن الآن نتكلم عن 300 شخص دفعوا 100 دولار أربحوها في يوم واحد. 300 شخص يعني 300 طالب في يوم واحد دفعوا لك، لن يعطيك نفس الذي تربح، نحن نربح. لهذا لم أريد بيع الدورة، وقلتها مرارا وتكرارا. انظر لا أحدد بعد العمل عليها لما ينتهي بعد الدورة. قال لي كم سيكون ثمن الدورة الياسين حسب المصاريف والوقت المبذول والخسائر والجهد زائد الملكية الفكرية بالإضافة لقوة عمليتها. هذه الكلمة قوة العملية، ما هي قوة العملية؟ هو أنني الآن هذه الدورة البريميوم، هو أنني الآن أنا في مكان آخر أدخل هنا أجد أرباح خيالية جدا. انظر انظر 3400 500، انظر هذا الوقت الذي كنت انظر الآن ربحنا كم؟ 700 دولار. 700 دولار أمامكم، هناك مدفعية تقيلة. المشكلة الآن لحدود الساعة، اسمعوا يا أخوتي الكبار، اسمعوا، أنا لحدود الساعة أعمل فقط بالمدفعية الخفيفة، بالسبوت والمدفعية الخفيفة، لم أستعمل المدفعية الثقيلة. إذا استعملت المدفعية الثقيلة لكنت، اسمع، فرضا ربحت 700 دولار، 700 دولار لاستعملتها بالمدفعية الثقيلة ستعطيني مثلا 700 دولار، ستعطيني تقريبا 7000 دولار في 10 ساعات بالمدفعية الثقيلة. ولكن إذا استعملت السبوت زائد المدفعية الخفيفة زائد المدفعية الثقيلة ستكون القصة في 11000 دولار، 10000 دولار
في 8 ساعات. الآن ترى لماذا لم انظر هناك سعر يزداد. إذن ماذا؟ لماذا البروفيسور مالك لم يطرحها بسرعة للبيع؟ لماذا؟ سأتنفع منها أول إذا تم شراؤها تبارك الله، إذا لم يتم شراؤها الحمد لله، إذا اشتراها أحد المجنونين أخرق أو مجنونة وأتى لي يقول لي لقد غششتنا، أقول لهم ها هي تجربة حقيقية عند تجرباتها، أنت فقط معته لأنك لم تعرف كيف تستعملها. وليس ذنبي، ذنبي هو أنني الآن أقوم الآن هاته تجربة. تخيل معي الآن، هناك ناس ينتقدون، قد ينتقدوا السعر مستقبلا، الآن أنا أقوم بوضع رهن التجربة $1,000، المدفعية الثقيلة لقد كنت ب $11,000 وخسرت منها، رأيتم رقم كبير جدا $1,000. الآن هاته تجربة كذلك، هل تظن أنني فقط مهتم الآن للربح من الضوج؟ لا يا حبيبي، أنا اهتمامي لتجربة نظامي أهم لي من أرباح الضوج الآن، لأن لو كانت تهمني أرباح الضوج سآتي لهذا المكان. انظر سأشرح لك الأمر بسيط جدا، سآتي لكريبتو.com، انظر كم سيصبح السعر، $1,289. ما هذا؟ دقيقة انظر، الآن سآتي لهنا لكريبتو.com، وعندنا يا سيدي عندنا رافعة مالية بقيمة 100x، يعني بمئة مرة. هنا 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 عندنا قيمة، عندنا رافعة مالية بقيمة earn credit rewards، عندنا في ماذا نسميه، يجب عليه فتح من الجهاز الحاسوب، leverage في crypto.com 100 مرة. ليست مدفعية ثقيلة ولكنني أسميها المدفعية النووية 100 مرة. يعني إذا كنت ستربح $11,000 مع المدفعية الخفيفة مع السبوت مع كذا مع كذا زائد الكوبرا، طبعا الكوبرا مهمة جدا للقصة كلها، $11,000 هاته تجعلك تربح $110,000. $110,000، يعني هناك أمور تزداد وتنقص. المهم عندنا في القصة كلها، ستقول لماذا كنت لأفعل، سأتي هنا هذا المكان، هناك ليس هذا المكان بالضبط، وسأقوم مثلا هنا بالأكاونت، مثلا هنا كريبتو واليت، سأقوم بالشراء، سأتي في الصباح يعني قبل قليل يمكن توج، وعندي كم كريديت كارد جاهزة لكبسي زر الإطلاق. انظر كم، انظر انظر انظر, انظر كم $1,000، كم بطاقة بنكية عندي جاهزة، فقط كبسة زر واحدة أدخل $20,000، $20,000 أدخلها الآن بكبسة زر واحدة. الشريحة كم؟ $40,000، $40,000 قد أشتريها بكبسة زر واحدة. تخيل معي كم سأربح، كم سأربح، كم سأربح. لكن المشكلة ليست هنا، هاته مجرد تجارب، كلها بالنسبة لي هي مجرد تجارب. انظر انظر، هاته كلها مجرد تجارب، عندي العديد من المحافظ، هنا في هذا الهاتف 3 محافظ، بالهاتف الثاني محفظتان، والمشكلة ليست في محفظة واحدة، في كل محفظة هناك 3 محافظ. الباينانس هي ليست محفظة واحدة الآن، هناك سبوت وهناك الكروسين مارجين وهناك الكروس مارجين، يعني يجب على الناس الفهم. انظر انظر، وصلنا لقبل قليل ستصبح $3,400، انظر و 500 و 600، سينزل السعر قليلا. شوف انظر، لكن هل يهمني فعلا نزول السعر ل 10% 5%؟ أنا كانت عندي 2800 وأرى أنها تتصاعد، هل أجري لأبيع؟ لا تبيع، لا تبيع. هذا كان لكم مقتطف بسيط جدا من الدورة البريميوم. دورة البريميوم متى تستعمل، لماذا تستعمل؟ إذا كنت خاسر سبق وخسرت سابقا في الكريبتو وخسرت رأس مالك، خسرت مثلا $2,000 $500 $800 $10,000 $20,000، ليست مشكلة إذا كان يبقى لديك نصف المبلغ الثاني. ستقول لي ماذا أفعل، يجب عليك شراء دورة بريميوم. لم أبيع، لا أقول لك هي موجودة حاليا لحدود الساعة، لا أريد البيع، أنا لم أطلب،
هناك شروط للشراء، يجب عليك أقل شيء التوفر على يعني فوق 3000 دولار في حسابك. في حسابك هناك شروط، إن لم تقم بإثبات أن لديك بحسابك مثلا فوق 3000 دولار وأنك متداول، أنك قد سبق ودرست مثلا الدورة الأولى ما كيف نسميها الدورة الأولى للبروفيسور مالك أوني المجانية، لا يمكنك شراؤها، هاته مخصصة فقط لطلابي. لماذا؟ لأن معظم الأفكار فيها لن نتفهم أنا وأنت إذا كنت من التجار التقليديين. التجار التقليديين الكلاسيكيين الموجودين في السوق في المغاربة والجزائريين والتونسيين لن نتفاهم. هناك تجارة خاصة وإيديولوجية بيع وشراء خاصة وتداول بالبروفيسور ماريك أونين. من يفهمها؟ هم طلابي الذين أخذوا الدورة المجانية الأولى، هم الناس المقتنعين، هم الناس الذين اشتروا، كانت عندهم 100 دولار والآن عندهم 1000 دولار، هم الناس الذين كان عندهم 3000 دولار وصارت عندهم 12 و14 ألف دولار يوم الماتيك. هم ناس يؤمنون بالنتائج، يؤمنون بماذا بالتجربة وليس بالنظر. يبدو أنها لا، إنه يقول شيئا مجنون. فعلا كل الأمور الجيدة تظهر من الوهلة الأولى مجنونة. إذن انظر هنا، أنا لا أشاهد الهاتف، والله العظيم لا أشاهده قسما بالله. 3316 دولار، هل سينزل السوق؟ طبعا عادي جدا، سترى أن هنا الماتيك عفوا الدوتش كوين بدأ ينزل قليلا قليلا، وهذا عادي جدا لأن ضرب سقف 45 دولار، ضرب ذلك السقف. يمكننا، لسنا مهتمين جدا صراحة للبيع. لماذا؟ إذا كنت تريد عمل هولد فكيب هولدين. لماذا؟ لأن هذا الرقم سيصعد لرقم كبير كبير جدا ثم يستقر. لماذا ينزل هنا؟ لأن هناك ناس كانوا عالقين في 44 وفي 70 وفي 75، عندما يصل إليهم الغيث لا يعلمون أن هناك سوق سينفجر في هذه الأيام، في اليوم ينفجر. يظنون أن فقط السعر ارتفع ليصل عندهم ليغيتهم، ثم يبيعوا برأس مالهم أو ببعض أو بخسارة قليلة جدا. هؤلاء هم المبتدئون، هؤلاء هم الناس الطامعون في ربح قليل جدا عندما يصلوا ال 44. سكالبين كلهم الآن الذين يتسببون في هذا هم السكالبين، لكن نحن هنا نرى هكذا، نرى أن كله أخضر. نحن نقوم بالسكاليباج وليس بالسكالبين. السكالبين كلهم يرون هكذا الأمور، يرون هناك جبل ينهار، يا هيا هيا بسرعة لنبيع، لنقوم بالبيع. هؤلاء هم الناس الذين يقومون بالسكالبين. هؤلاء هم شمعات، هذه هي شمعاتنا السكالبين، هذه هي الشمعات، شمعات 15 دقيقة هي السكالبين. انظر، لكن أصحاب سكاليباج عندنا هذه هي شمعتنا، نحن نرى بالساعة كيف هو الوضع ثم نرى بالأربع ساعات أين تتطور الأمور، وأحيانا نرى باليوم لنرى أين يجب علينا التوقف. نظن أن مثلا لنقول أننا سننزل هنا للأربعة وخمسين، هل سيصعد مرة أخرى إلى 54؟ طبعا نعم ممكن، وقد يصل لهنا نحن هنا ويرتفع مرة أخرى ل 73، وارد جدا، وقد يتجاوز ال 73 يا حبيبي، قد يتجاوزها لرقم آخر لربما جديد جدا اليوم. إذا لا أدري أنا في أي رقم عالق، أظن أنني عالق في ال 73 أو ال 72 في هذا الهاتف الآخر. سنرى، أنا عالق منذ شهر تقريبا في الهاتف الثاني، لكن أنا الآن أرى هاتفي الآخر. دعوني أراه، سارة عندي هاتف هناك آخر، الآن أقوم بفتح المحفظة، لا يوجد هناك إنترنت، الآن فتحت المحفظة، سنرى في أي رقم أنا عالق بهذه المحفظة اللعينة. عندي دوج لربما
كنت قد علقت في 72 336 دولار ناقصات 160. سنرى الآن أي عملة عندنا في هذه المحفظة. يا إلهي ماذا قمت، لقد قمت بكارثة. قبل يومين لم أرى الأمر. إذن راح تشاهدوا إخوتي الكرام أن السعر لا يزال مستقر الآن وسيرتفع. انظروا، كان قبل قليل أحمر وهو سيصبح أخضر مرة أخرى. هذا دائما نحن لا نستعجل مثل اليوم. إذن لننهي الفيديو. شكرا لكم، شكرا 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 شكرا. الآن نشاهد وأنا أصعد للسطح. نشاهد الآن، هذه هي الدورة. كنت صراحة أتداول في الهاتف الآخر ونسيت أن الفيديو مطول. لماذا أقوم بتصوير هذا الفيديو؟ لأتركه حجة على كل فاشل يشتري الدورة ويقول لي الدورة كانت فاشلة. ليس المشكل في الدورة بل في الشخص نفسه أحيانا وعدم التزامه بالقواعد. أيمن I'm good. Let me disturb you for 2 minutes here because they are cleaning the room. وانظروا هناك الآن سعر 3387 دولار، يعني 3400 دولار. هذا سعر جيد جدا وقد ينزل قليلا، لكن الفيديو أصبح الآن ساعة ولا يمكنني جعله أكثر. إذن يمكنكم مشاهدة كذلك أين ذهبت الأمور، فقط بمتابعة الأحداث. هذا فيديو لايف الآن مباشر، وشكرا لكم. ترون أننا لازلنا ب 3400 دولار، ترون أن السعر ينزل ثم يصعد مرة أخرى، عادي جدا. والهدف هو 5000 دولار. إذا وصلت ل 5000 دولار سأبيع النصف، سأبيع النصف تقريبا لأتحكم بأي طارئ جديد. هذه كل قواعد توجد في الدورة البريميوم،
وأنتم الآن تشاهدون مدى قوتها. أمامكم الآن تشاهدون أننا ربحنا اليوم 600 دولار فقط في الليل الآن ب 3000 دولار. تخيل لو عندك 30000 دولار ستربح 6000 دولار، 300000 دولار ستربح 60000 دولار، يعني تربح 60 مليون في 300 مليون. هل تظن أن الأمر انتهى؟ لا، الهدف هو أن نربح، أن نربح تقريبا 200%، بمعنى أن 28000 دولار نريد أن نربح بها 50000 دولار، بمعنى أننا في 28 مليون سنتيم نريد أن نربح كسعر كامل أن تصبح 50 مليون سنتيم. هذا سعر جيد جدا، قرابة الضعف. تخيل معي لو عندك مليار ستصبح لك تقريبا 1,800,000 دولار، عفوا درهم سنتيم أو لا أدري ماذا سمونا بالمغرب. شكرا لكم والسلام عليكم. السعر سيزداد لا تخاف، انظر انظر 3467 دولار. انظر، أنا لا أريد فقط إنهاء الفيديو لأنه أصبح طويل جدا ولا يمكنني متابعة كل الرحلة. انظر الرحلة طويلة جدا، الرحلة طويلة لن تنتهي هنا. سنرى 4000 دولار وسن يجب علينا انتظار 4000 دولار وبضع أرقامها. انظر، سترى الآن ستعود مرة أخرى لكم؟ للخمسمائة، 3500. هذا رأيناه قبل قليل وقلت لكم لأن المعلومة مهمة جدا. لا تخف، الدورة البريميوم تجعلك تصبح تاجر حقيقي جدا، تاجر لا يخاف، قلب أسد، وكذلك تجعلك تتقي شر نفسك وشر جشعك، لأن ليست دائما لا تخف تعني أنك على صواب. لا، هناك أحيانا أوقات التي يجب عليك أن تكون فيها جبان وتنسحب، هناك أوقات، لأن الدورة مهمة جدا كما كنت قد شرحت سابقا وسأشرح الآن. انظر انظر، الدورة شرحتها هنا، مهم جدا ماذا قلت في تويتر. أنا لا أكون يعني أتكلم من عندي، والخسائر نتكلم عن الوقت المبذول والخسائر، لأنني خسرت على الدورة من أرباحي طبعا الأخرى، وهذا كذلك يعتبر خسائر بالنسبة على الدورة اللي كان عليها مصروف 4000 دولار أو 6000 دولار التي مثلا تضيع في يوم واحد. أنا أولى بها، سأقوم بعطلة في نيويورك لمدة شهر، المهم لا يهم، حسب المصاريف والوقت وزائد الملكية الفكرية بالإضافة لقوة عمليتها. هل الآن تظنون أن الدورة البريميوم هي عملية أم لا؟ أترك لذلك في تعليق. بغض النظر عن سعرها، سيقول لي أي شخص سعر غالي أو رخيص، صراحة سأسخر منك، لأن إذا قلت لي أن 50 دولار 100 دولار أو 150 هي لن تتجاوز 150 USDT طبعا لحدود الساعة، لا ندري متى تنتهي لحدود الساعة، نحن فقط ننتظر. أنا الآن لا أتداول، أنا أصنع لك فيديوهات، لماذا لا أتداول؟ يمكنني البيع عندما يرتفع السعر وإعادة الشراء مرة أخرى، عادي يمكنني فعله. انظر الآن 3452 دولار وتنزل فيها عندما ترتفع نبيع وأتنظر تنزل قليلا ثم أشتري وتزداد الهامش الربح، لكنني الآن لست مهتم فقط بتجربة الدورة. انظر 3412 دولار، هناك نزول سيبدأ ينزل. انظر، ترى 43%. انظر هناك الآن، هنا نزول ثم نزول، هذا من سيحدد الأمر، لا ارتفاع، هذا آخر نزول أول، الآن سيتحدد الأمر بعد قليل. إذن ترون هل السعر جيد؟ سأقول لكم بسيطة جدا، إذا كنت ستستثمر فقط 150 دولار، 150 دولار من رأس مالك في يوم جيد، بعدما تعلمت أصلا أنت لا تشتري بضاعة، أنت تشتري علم تنتفع به لبقية حياتك، لا يقبل ولا يصدع، أنت تتعلم. الدورة هي ليست به، هي ليست بضاعة، هي علم تملأ به رأسك، يفيدك اليوم وغدا وبعد غد وبعد غد. نحن لا نبيع أشياء ملموسة، نحن نبيع علم، نحن نبيع أمور كما قلت لكم هنا ملكيات فكرية. لماذا هي ملكية؟ الآن هي الدورة ملك لي، لماذا تريد شراءها؟ هي شيء صراحة غير ملموس، اذهب واصنع واحدة، ولكن لماذا تريد شراءها؟
لأنك أنت لا تشتري شيء ملموس، أنت تشتري ملكية فكرية. ما هي هذه الدورة؟ هذه الدورة هي عدة خوارزميات واستراتيجيات وقواعد وكذا وكذا، هي أمور كلها فكرية صراحة. لهذا عندما ترى هنا دائما مثلا الملكية الفكرية وما إلى ذلك، انظر السعر أراه ينزل. ماذا أفعل الآن؟ من المفروض عندما كان بدأ ينزل قليلا وصل 500 كان يجب علي أن أبيع وأن أرتاح قليلا، لأنني أعلم إذا ضرب دائما سقف جديد، انظر عندما يضرب سقف جديد دائما بيع 44 و 854 دولار، دائما قم بالبيع عندما يضرب سقف جديد. لكن لا يهم، هنا دائما نحن في الأخضر والأمر طيب جدا، ليست مشكلة. إذا كنت من الناس الذين تريد كل شيء مجاني، هناك دورة مجانية، لا أقول لك لا يوجد، صراحة يوجد هذا الشيء بهذا الكوكب، يوجد، هو موجود 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 موجود. انظروا، كان هناك نزول ثم نزول ثم صعود صعود صعود، كان هناك نزول نزول ثم صعود نزول نزول صعود العملة. يعني إذا كنت تقوم بعمل في سكاليباج الآن لا تخف، فقط اتركها، لأن لا زال هناك عندنا 48 ساعة للاستفادة إذا كنت لا تريد أن تتعب. ولكن إذا كنت تريد البيع بسعر والشراء بسعر، لا أنصحك صراحة، لا أنصحك، لأن عدد الدوج يقل كلما قمت بالبيع، يقل عدد الدوج الذي كنت تمتلك، عدد العملات يقل، بينما ينحفظ السعر، نسميه انحفاظ السعر، السعر يبقى نفسه لكن العدد يقل. لأن عندما مثلا كنا نشتري واحد 100 حبة دوج مثلا ب20 دولار، الآن لا يمكن أن نشتريها ب20 دولار، بل صارت ب10 دولار تقريبا، يعني 100 حبة ب10 دولار ب40 دولار، فقط من باب الشرح يعني. المهم ستقول لهذا تعني أن في كل شيء يمكنك دائما القول أن هذه لماذا أشتريها بسعر غالي، سأذهب للبحث عنها في جوجل. اذهب يا حبيبي، انظر، اذهب لجوجل، اذهب لمايكروسوفت، اذهب للديب ويب، دارك ويب، لا يوجد شيء. لحدود الساعة لا الدورة المجانية، شوف انظر، لحدود الساعة لا الدورة المجانية ولا البريميوم، كلها عند البروفيسور ماريك أونين، ولا يوجد البحث عنها، ابحث عن لدغة الكوبرا بجوجل، استراتيجيات لدغة الكوبرا بالكريبتو. انظر الدرس 16 ستجدوني هنا فقط، عرض نفسه، بعد ذلك ستدخل لناشيونال جيوغرافيك، لن تجد أي شيء، ستجدني أنا فقط، هذا هو جوجل. انظر سموم التعابين، تذهب للبحث عن الأخرى لن تجد حتى صفحات كثيرة جدا. انظر هناك درس واحد تجده فقط، تجد البروفيسور ماريك أونيل، بمعنى أن الملكية الفكرية مهمة جدا، كما لو كنت تبحث عن آيفون قبل ابتكاره، يعني قبل ابتكار آيفون، هذا هو الشيء. هذه هي الاستراتيجية، ستجد أنها في رويال بيزنس كلاب، وهي قناتي، يعني والقناة يعني ما شاء الله، يعني تحقق يعني نجاح، لا القناة ولا الجروب ولا تويتر ولا كل شيء، يحققون يعني نجاح جيد جدا، يعني ليس جيد، نجاح شريع جدا. انظر 297 فيو في ساعة فقط، في ساعة فقط، تخيل معي أن القناة فيها 11,000 ولا لا ندري كم، عندها 1471 شخص فقط مشترك، حققت 2.5K 2.5 thousand hour، يعني في مدة قليلة جدا، في 28 يوم حققت 2.5 ألف ساعة، هو يعني لم نكمل بعد 28 يوم، لم نكملها. view more look، انظر لم نكمل حتى last 90 days، ابتدأنا تقريبا في ماي، 3 ماي تقريبا كانت البداية، 3 ماي نحن الآن لم نصل بعد لثلاثة بشهر ستة، انظر نحن الآن بواحد باثنين شهر ستة، لم تكمل شهر القناة، لم تكمل شهر، انظر كم حققت من المشاهدات.
يعني لتفهم أن هناك أناسا مهتمين لمجال الربح، وهناك أناس يعلمون بالضبط ماذا يريدون من هذه الحياة حبيبي، يعلمون بالضبط. وهناك أناس مستعدون لشراء الدورة، لكنني أعطيته دورة مجانية في الأول لكي لا يقول لكم شخص ما بروفيسور مالك أونيان يحتكر المعلومة أو يريد منا فقط لبيع دورته. لا يا حبيبي، أهم دورة هي المجانية لتجعلك تربح الأموال، هي هذه الدورة المجانية، وهذه هي دروسها ومتعوب عليها. ستجدني كنت أصور درس فيه ساعة و36 ساعة و31، تخيل معي. انظر، الدوج ليست المرة الأولى التي نتكلم عنه فيها، الآن اليوم عدنا مرة أخرى للدوج. هذه الدورة البريميوم ليست أقل شأن أو أقل أهمية من دورة العادية. الشيء الوحيد الذي يميزها، سأشرح لكم، الشيء الوحيد الذي يميزها هو الأرباح، تزداد أرباحك فقط، فقط هذا هو الذي يميزها عن البقية. لا يوجد شيء آخر، هو أنها تجعل أرباحك تتضاعف بطريقة خيالية جدا وفي فترة قصيرة، يعني تجعلك تربح. وإذا كنت سابقا تاجر سابق ولم تأخذ وتفشل كثيرا في الدورة في الكريبتو، أو مبتدئ جديد وتريد أن تبني نفسك على من الصفر لأم الاحتراف، ستشتري دورة البريميوم، لأن فيها ستكون الدورة الأولى المجانية ولكن بطريقة أحسن وبمعلومات وشرح أفضل، وفيها كذلك الدورة البريميوم، يعني 2 في 1. السعر لحدود الساعة وصلنا يعني التسعيرة 120 USDT، هذا هو السعر الذي تقريبا وصلت له قيمة الدورة الآن. لكن لحدود الساعة نجربها، إذا كان السعر مثلا وصل لهذا السعر والعملية ليست عملية جدا، أن الشخص الذي سيشتريها لن يسترد أمواله في أول أسبوع أو أكثر منها، فلن أبيعها، لأنني لا أريدك أن تشتري مني شيء، أريدك أن تستثمر في شيء. استثمارك في الدورة المجانية هو أنك تأتي للاستثمار في شيء ما الآن تشتريه لترجع لك نفس سعر الاستثمار، يرجع لك بعد في نفس اليوم أو في نفس الساعة أو أكثر منه، قد ينزل يرجع لك في نفس اليوم فقط. إذا ما فرضا اشتريت مثلا $150 وعندك $3000، مثلا $3000، قمت بتطبيق الدورة ربحت مثلا $800 مثلا أو $600، أين هي 150 USDT أو $150؟ أين هي؟ هل أنت اشتريت بضاعة وعدت بيعها؟ لا، الدورة أنت تشتري شيئا يدوم لك مدى الحياة ما دمت في الكريبتو ودائما تستعملها وتتربح منها. هي مثل سيارة، لا ربما ليست سيارة، هي مثل شيء، هي مثل العين أو مثل بئر، دائما تربح منه، دائما يعطي ولا يأخذ منك شيء. الدورة لا بحاجة للدفع لها كل شهر أو كذا وكذا، يعني فقط تشتريها مرة واحدة وتدخلها لرأسك ولمعلوماتك ولخبرتك، وتبدأ تستفيد منها وترجع إليها كل مرة رأيت أنك تزحزحت عن المسار أو انحرفت عن المسار، مسار التداول بسبب الجشع أو الطمع أو لربما نسيان القواعد أو لربما عدم الالتزام بالقواعد. كذلك التزامك بالقواعد، الآن انظر، أنا ملتزم 100% بقواعد الدورة، لن أبيع ولو صارت $2900 مرة أخرى، لن أبيع حتى لو صارت $1900، لن أبيع اليوم، لن أبيع. إذا كنت سأبيع ممكن سأبيع غدا عند نزوله بالكوين بيز، سأبيع غدا، اليوم أنا لن أبيع، أنا فقط أشاهد وأتفرج. وسأذهب الآن لأستحم وأقول لكم شكرا لكم ولمشاهدتكم، والسعر سيرتفع، لا تهتموا للأمر. أنا لا أبيع لك الآن معلومات حول الدوج كوين، انظر هناك ارتفاع نزول بسيط جدا، وهذا حدث مرارا وتكرارا. إذا قارنا هذه مع هذه، انظر هذه كبيرة جدا وهذه ليست بتلك الكبرى، عادي جدا، أمور تحدث، لا يوجد صعود كله أخضر ولا يوجد نزول كله أحمر، دائما هناك أحمر أخضر. انظر للسجل السابق، ليست لأول مرة، انظر سنرى بالدايز، انظر
كان هناك ارتفاع ارتفاع ارتفاع، ثم كان هناك نزول ثم ارتفاع ثم نزول ثم ارتفاع ثم نزول 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 ارتفاع نزول ارتفاع نزول تن 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 تن، لكن وصل إلى 73 73 ثم نزول ثم هناك ارتفاع مرة أخرى. إذا هدفنا بهذا هو أن يرتفع مرة أخرى للسبعين أو الخمسة وسبعين. إذا وصل للسبعين سأبيع وأنتظر قليلا، عند السبعين سأبيع، إذا كنت تريد هذه المعلومة سأبيع في السبعين وأنتظر قليلا. لماذا؟ هناك رأس مال كبير جدا عالق في السبعين لأشخاص كثر و سيبيعون، عندما سيصل السبعين سيبيعون ثم سينهار السعر قليلا لينزل مرة أخرى للستين ويبقى يزدح في الستين وسنعيد شراءه مرة أخرى في الستين. هذا هو الهدف بعدد بربح أكبر طبعا لكي نضاعف ربحنا. هذه هي الاستراتيجيات، وأنتم الآن تشاهدون مباشرة الدورة البريميوم وأحداثها. ستقول لي لماذا بروفيسور مالك أونيل لا تستعمل الـ 15 مينت ولا لا تستعمل اللاين؟ اللاين ليس مهم جدا في سكاليباج أو في الهولد. الـ 15 مينت مهمة جدا، اللاين مهم جدا لسكالبين، هو الـ 15 مينت يعني الماكسيموم سكالبين، لا يجب عليك تجاوز 15 دقيقة. لكن عندنا هذا نسميه شوف الفاست سكالبين، ميديوم سكالبين، سكاليباج 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 حتى تصل لـ 2 دايز 2 دايز 48 hours، يعني السكاليباج يكون يومين، ثم بعد السكاليباج نبدأ نشاهد بهذا بال 1 months أو 1 week أو 3 days بال 3 days. ألوغ عندما نبدأ نشاهد بال 3 days هذا نسميه الهولد. تذكر الهولد سكاليباج 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 سكالبين سكالبين. يلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن يكون قد أعجبكم الفيديو، ولا تظن أننا نخسر. هناك انظر سيرتفع الآن 3411 دولار، كم نزل قبل قليل 3200 وبضعة أرقام، الآن نحن نسجل مرة أخرى 611 دولار. هل سيرتفع مرة أخرى ل 3500؟ طبعا سيرتفع. لماذا؟ لأن هناك عندما يصل هذا المؤشر، انظر لماذا ماذا يحدث هنا الآن، سنرى شاهد هذا الشيء، انظر هنا الآن عرض وطلب، عرض وطلب، هذا العرض وهذا هو الطلب، هناك عرض وطلب، عرض بيع وطلب شراء. هذا العرض الآن عندما يكون عرض البيع أكثر من طلب الشراء يبدأ السعر بالانحفاض، ينخفض لا ينخفض، نقول الانحفاض يعني أنه يكون هناك حركة لكن السوق مستقر لا تتحرك كثيرا. لماذا يحدث الآن؟ هذا الأخضر يبدأ يلتهم الأحمر، يبدأ بالتهام عم 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 عم، يعني أن الناس الذين يشترون يصبح عددهم أكثر من الناس الذين يبيعون، والناس وهذا ما يسبب في ارتفاع السوق بعد قليل. لكن لماذا يكون السوق يرتفع يرتفع وليس ولا يكون كالصاروخ؟ بسيط جدا، هناك أناس نسميهم في الدورة لا البريميوم ولا العادية أناس عالقون برأس الجبل. هؤلاء الناس عالقون مثلا لمدة شهر تقريبا في 0.45، عندما يصعد عندهم هناك وكانوا يعني جبناء يقولون سبيع ب 0.42 وانتظره مرة أخرى لأشتريه ب 0.22 لأنه يصلها، ولا يدري أنه يقوم بكارثة لأنه لن يرجع مرة أخرى ل 22 أبدا في هذا الشهر تقريبا كامل، لنكون واضحين جدا. وهذه معلومات لن تستفيد منها إلا إذا كنت تدرس على يد البروفيسور مالك أونيل ويدرسه لك بطريقة بسيطة جدا. لا أقول لك هناك كذا وهناك كذا، أمور بسيطة جدا، مصطلحات مفهومة، مصطلحات مضحكة، نجعل التعليم ممتع. لهذا استعملوا ممتع لدغة الكوبرا، سحبة الأخطبوط، البقاء في رأس الجبل، عادي استعملوا مصطلحات مضحكة ليصبح الكريبتو شيء شعبي، يعني جزء من الثقافة المغربية أو الشعبية يعني سواء العربية ولا غيرها، ويصبح حتى الأمر سهل جدا. أي شخص تقول له قم بعمل كوبرا سيقول لك أين، تقول له 25 توج فقط، يفهمون لغة التكنيكال. من ضمن كذلك من ضمن الأمور التي تكون بالدورة الثانية البريميوم هناك التكنيكالز، تعلم التكنيكالز كامل،
يعني تكنيكال، لغة التشفير يعني الخاصة بنا نحن، أو لغة اللغة التقنية للكريبتو، كذلك لم أدرس لهم في الدورة الأولى، لكنهم يتعلمونها مع التكرار، الناس الذين لا يريدون أن يدفعون. والآن لنقول أن الدورة البريميوم هي فقط تلك الدورة التي تجعل شخص تعلم القواعد يصبح غني، هذا هي دورة البريميوم، بمعنى أنه لم يكن فقير فقط لأن ربح، يكون رابح بعض الأرقام لا بأس بها ثم يصبح غني. لكن يمكنك القيام بذلك بأمر بسيط جدا، يمكنك الذهاب والقيام بها، لكن أين المشكلة تكون؟ المشكلة تكمن يا حبيبي، المشكلة أين تكمن؟ المشكلة نفسها تكمن هو أن التعلم العشوائي يجعلك تقول لا، لا أريد مثلا أن أشتري $150 مقابل أمور يعني دورة علمية ماذا تفيدني، لأن كلنا نحتقر العلم، لا نقدر العلم ولا نعلم أن العلم، أن دورة علمية جيدة هادفة من شخص صادق ومن شخص متمكن من مجاله أحسن من 1000 دورة التي اشتريتها $10 و$20 و$50 و$150 ولم تستفد منها شيء. أين هي دورات الفوركس؟ وأين هما أغنياء أصحاب الفوركس؟ أين هي دورات الستوكس؟ أين هي دورات أخرى؟ المهم دعوني أكون ساكت، جزاكم الله خيرا لأنني لا أريد أن أتكلم. هذه الدورة وهذا العلم الذي أعلمك هو ليس ذلك العلم ضعيف الشخصية الذي تتعلمه في المدرسة، هذا العلم قوي الشخصية، هذا علم يقول لك يا حبيبي أنا قد أجعلك غني وأنت ستصبح عبدا لي، هكذا يقول لك هذا العلم. هذا العلم عندما تتعلمه تصبح عبدا للكريبتو، يوميا تعمل فيه، حتى لو كنت تكره العمل في الحياة الحقيقية والوظيفة ولا تحب أي شيء فيه عمل، عندما تدخل لمجال الكريبتو ستصبح من أكثر الناس الملتصقين بالعمل وأكثر الناس يعملون بجد وكد ويسهرون الليالي. لماذا؟ لأن هذا العلم يجعلك تربح الأموال وقد يحقق لك كل أماني حياتك المادية، تتزوج بجوزة جيدة جدا، تنجب أطفال جيدين، يدرسون في مدارس جيدة جدا، تربح الكثير من الأموال، تسافر لجميع دول العالم. السلام عليكم. السلام عليكم. الدورة ليست لم نقوم بالآن لحدود ساعة بإنزالها للسوق، لكن سنفتح في منصة كنترولنا وقت أظن سنقوم بفتح باب التسجيل لحدود ساعة، أظن بقي لي درسان فقط لنكملهم، درسان فقط، وأظن أن السعر قد يصل إلى 100، يعني التكلفة على 135 USDT أو بالضبط يعني كسعر، يعني البيع، سعر البيع سيكون تقريبا $150 USDT، 150 USDT. ستقول لي ماذا ستفعل بهذه الأموال التي ستأخذ من الناس؟ سأقول لك أمر بسيط جدا، أنا دائما أستثمر هذه الأموال التي ترى هنا، كذلك أتداول بها لأصنع لك هذه الدورة، هي استثمار من أشياء أخرى أربحها، وأستثمر هنا وأخسر العديد من آلاف الدولارات، وكما خسرت في الدورات الأخرى التي أصلا استثمرت فيها سابقا، ودائما أموالي كلها تذهب في دائما التطوير والابتكار. أول ما سأمسك بعض الأموال سأذهب لتطوير وبناء موقع موروكو مولز. موروكو مولز هو سوق للتجارة كذلك الرقمية أو الماركت بليس، ليكون كل المغرب عنده متجر رقمي بالانترنت، كل شركات المغرب حتى العشابين بايع تقاشير كل شيء. إذا ترون أن هناك ليس الأموال التي سنأخذها من الدورة سترجع مرة أخرى لمن؟ للمتابعين. سنقوم الآن باستنساخكم واستنساخ أناس آخرين، استنساخ شخصيتهم الرقمية للدخول لعالم جديد من الربح، عالم جديد سيربحون فيه وهو التجارة الرقمية أو الدروب شوبين سيستام سيكون له أخيرا المقر. هل هي من أموالكم؟ لا يا حبيبي، هاته من أموالي التي ربحت في الكريبتو وخسرتها ثم سأستعيدها منكم، فقط time cost money. يلا السلام عليكم، لا تنسوا الاشتراك، ستجدون الرابط هنا، انظرنا أنا في كنترولينا، تدخل لموقع كنترولينا، ستدخل لرابط كنترولينا وتجد هنا مكان
هنا ستضغط فيه هنا مثلا في مكان ستجد مكتوبة فيه الدورة ويمكنك الدخول. أنا من طرف فلان الفلاني وكذا.